البرتغال عقدت اتفاقا مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي يخص حزمة قروض الإنقاذ المالي لهذا البلد تقدر قيمتها ب 78 مليار يورو على مدى 3 أعوام، وتهدف إلى تقليص تدريجي للعجز المالي. توصلت الحكومة إلى اتفاق جيد يراعي مصالح البرتغال. بطبيعة الحال ليست هناك برامج مساعدات مالية سهلة الإرضاء، هذا أمر غير موجود. نعيش في زمن يتطلب بذلا من الجهد والعمل الشاق، ما من شك في هذا، ولكن بالنظر إلى وجود برامج مساعدات أجنبية أخرى ونشر عديد الفرضيات في الصحافة، فإن واجبي الأول هو تطمين البرتغاليين. وستتم المصادقة على برنامج الإنقاذ المالي للبرتغال في 16 من الشهر الحالي على يد وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي.